Well, she just sent him in بعدين كله اغراض في مجهود حق الدقه ان شاء الله نسوي ترتيب شو يعني شو بنسوي سوا مضبوط يعني شو لازم برا يجي والله انا ترتيب تشتري من هنا تشتري ان شاء الله بس انا كمان في عندي مشكله ثانيه هو لازم يكون حق الشركه هذا هو نفس الترتيب بس ما في هو يشتري زياده عشان اي شيء فيه يمشي شوي هو يشتري شوي نزل شوي شوي عشان ما في اذا شريك البدل اللي راح انا اقدر يعرف كل راح ما يصير انا يصير في شركه فايده يصير بينا فايده ايوه ما مشكله ان شاء الله هذا طريقه شوي ان شاء الله انت في تسوي عقد ما صار سوا عشان في حصل تسوي عقد ما صار سوا وحصل 2% ايوه اي شيء في يشتري انت 3 اشهر بعد كذا يجي على طول في 2% انت شال 30,000 من بنزاقة من مندوب حق مندوب شاي صابون شامبو كله ما في هذا ثاني يعني هذا 3 ديفيجن ان شاء الله كله 3 اشهر بعدين مروجين يجي هو سوي مروج هذا كله سيم سيم نفس الترتيب هذا كذا هو يعني مثلا في شاي 60% حق كل الرفوف حق ليبتون بعدين ثاني اغراض ركب وانا اعطي بعدين انت ايش في يشتري؟ هو اعطي 40% هنا مجانا
انت خلي ياخذ معاه الحين وانت اشتري من بنزاكا ايوه ان شاء الله ترتيب ان شاء الله مضبوط يوم يجي ان شاء الله اكثر شيء مندوب مع هالبقاله صغير ما يدخل لازم يدخل سوي زياره روك كلم عليه انا عرفت محل صغير بقاله ما يشتري منه لازم واحد مره اثنين مره ممكن ثلاثه مره هو يشتري ما في يشتري انت لازم خش عند رفوف نظف رفوف ترتيب 100 سوي كل شيء بعدين سلم على الرجال خرج من هنا تكون كويس هذا محل بقاله صغير ترتيب محل هذا أحسن شيء ورا الكاشير يجي شكل 100 رتب زي كذا كله كورينج عشان يجي زبون شوف على طول يجي يون عند الرف هذا أكثر شيء كورينج لازم يكون موجود في الرفوف هذا أكثر شيء محلات بقالة صغير يلقى زي كده لكس في الكياس مفروضا افتح زي كده رصه في الرفوف زي كده عشان يجي الزباين هو ما يقدر يفكه في الكياس وياخذ حبه يمشي ممكن يجي زبون هو خربه في الورقه حق صابون دائما الاستخدام مشروع كثير مندوبين ما يستخدم مشروع اي محل رو يلقى اشتكاوي انت روح عند عميلك هو يقول لك عندي في مشاكل مثلا صابون لوكس يجي من برا يلقى 300 ريال عندك في زياده 320 مثلا انت دائما كلم مع عميل في عندي مشروع 5 حبه لوكس مجانا واحد كرتون ياخذ يصير 5 كرتون مجانا عشان هو يلقى فائده ممكن يجيب برا من 320 انت تقدر تديله 200 ريال مثلا كثير ناس ما يستخدم مشروع دائما ياخذ ملف عشان سجل مشروع كل شيء في كمان تقدر تديله عميل بروموشن يجي عرض شامبو وازلين اي شيء تديله عميل شوي شوي عشان ياخذ منك يلقى فائده لك شوربه ما جي موجود في الرفوف جنبه كن موجود كنور اكثر شيء يمشي كنور انت مفروض ننزل لا تنزل زياده لا تنزل في الكراتين نزل درزن عشان ماشي في السوق اكثر شيء كله نزل شكل كله شكل بشاميل شوربه دجاج نزل درزن بس
لا تنزل كثير عشان في فايده مندوبين. الحين علمك بنزل درس الفايد جزء واحد. الشهر الاول انت لما نرو مشرف هو تيك تارجت هدف حقك بنزقر مثلا 100,000 انت لازم بيع 100% في السوق 100,000 بيع 100,000 لما بيت 160 انت ديع SFI اول شيء شوف كورنج اكثر شيء بيع كورنج ممكن بيت كورنج مثلا 40 ريال في الكورنج ممكن بيت بدين كورنج يلقى 3 ريال من اي فايده اكثر شيء فايده بيع كورنج عشان ايش يلقى فلوس زياده انت في مكسب. جزء 2 زيارة مثلا عميلك في 300 عميل في السوق لازم تسوي زيارة 300 عميل ممكن ما في تسوي زيارة 2 محل انت ضيع 50 ريال من السفاي حقك مفروضا انت لازم زيارة انا اعرف انت تسوي زيارة انا مندوب انا اسوي كل زيارة انت لازم تسوي زيارة 100%. جزء 3 جوز 3 علمك 300 عميل مثلا موجود في السوق حقك ممكن لازم بيع 270 عميل مثلا 90% لازم بيع ممكن بيته 90% يلقى السفاي كويس حقك مثلا في 300 عميل ممكن 70% انت بيع ضيع السفاي حقك انا اعرف انا بيع 100 300 عميل انت كن لازم بيع 300 عميل. الحين جوز 4 جوز 4 يعني سوي فاتورة لو انا مثلا سوي فاتورة انت لازم اقل شيء عدد مثلا 8 عدد مثلا عندي فاتورة معك انا اوري لك شوف فاتورة انا سوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممكن سوي 10 صنف يلقى SFI LPPC 100% مثلا انت سوي فاتورة ممكن واحد عدد ما يلقى SFI 100% مفروضا لازم تسوي زي كده زي هذا سوي يجي 100% السفاي. جوز 5 زيارة مفروضا انت تسوي زيارة في السبوع 60 زيارة لازم 3 سبوع 60 60 60 اخر شيء سبوع انت سويت 40 لما ياخد السفاي هو يسب لك 40 مثلا انت سويته 60 60 60 180 هذا كله ضيع يزيد ياخذ 120 بس 40 40 40. جوز 6 جديد عميل لازم تجيب جديد عميل انا جبته قبل كده قبل شهر انا حصل عميل كثير عشان اصل جبته جيب عميل جديد انت حصل 20 ريال واحد ستيكر انت لازم تدور جديد عميل عشان اصل فايده لك. جوز 7 انت لازم بيع عميل 3 شهر واحد مره ما في بيته انت ضيع فلوسك حقك 50 ريال انا بيع دائما انت لازم تشوف ري يعني بيع شهر ما في بيع لازم بيع 3 شهر واحد مره ما بيته له رو 50 ريال حقك ممكن قفل مثلا قفل محل هذا رو بلغ مشرف عشان قفل باركود حقك في السيستم عشان ما في خصم حقك 50 ريال. جوز 8 لازم لما نروح محل لازم تشوف اقل شيء فاتوره سوي 50 ريال ممكن سويته اقل منه انت ضيع فلوس حقك لازم تشوف اكثر من 50 ريال سوي فاتوره عشان يلقى فايده لك. جوز 9 صفي حساب لازم اخر شهر صفي حساب حق الشركه مثلا انت حسبته 100,000 لازم يكون اخر شهر صفي 100,000 ممكن باقي 10,000 شيء و 1000 ريال اقسم لك 50 ريال من السفاي حقك لازم يكون انت صفي حساب عشان احسن لك في فايده. انا دائما في شهر لازم انا اجيب لك اول باول فلوس سدد الحساب يلقى اكثر شيء فايده انتم لازم ياخذ فلوس اكثر.